أهلا بكم مشاهدي الكرام. من جديد، ترتبط حواس الإنسان بشكل مباشر بالتأثير على حالته النفسية، فهي تنقل له كل ما يدور حوله وتتفاعل أيضا مع هذا المحيط، وترتبط بشكل كبير بالذاكرة التي قد تعيد المقارنات أو تجدد الذكريات أو المواقف اللي مر بها. عموما مشاهدي الكرام، إحنا حديثنا متشعب ومطول، وحيكون ضيفنا الكريم بالاستوديو المحلل النفسي الدكتور هاني الغامدي. سعد مساك دكتور. اهلا وسهلا بك خلود وبالمشاهدين والمشاهدات. اهلا وسهلا فيك دكتور. بدايه دكتور، هل للحواس ذاكره؟ طيب، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. من المعروف انه هناك من اعضاء الانسان من ستشهد عليه يوم القيامه. فاذا اخذنا الامر كفلسفه شرعيه، ممكن يكون هذا الامر واضح من خلال ما ذكر في هذا الجانب. اما اذا كان الامر على المستوى التشريحي الطبي، فهناك بعض الدراسات أثبتت بأن هناك بعض الرياكشن أو بعض الرد الفعل بجزئيات معينة من جسم الإنسان، ولكن هذا لا يعني أن هناك ذاكرة، لأنه أصلا الجهاز الأساسي للتحكم في كل أعضاء الجسم هو المخ طبعا، وهو بالتالي القائد لكل عصبون موجود أو لكل خلية موجودة في جسم الإنسان، وبالتالي كل ما هو عليه الأمر من ميموريز أو من تأثيرات واضحة ببعض الخصائص اللي تتبع لي الاكشن او الفيزيكال اكشن الخاص بالجزء او بالعضو، او اذا كان على مستوى عام وهو عمليه التذكر او الميموري او الكاش ميموري لو جاز التعبير بالنسبه للجزئيات هذه الخاصه بمخ الانسان. وبالتالي من هذا الجهاز الاساسي عبر الشبكه العصبيه طبعا بيتم الرياكشن او بيتم التفاعل مع كل ما هي عليه الامور من حوالينا عبر حواسنا، وايضا عبر القرارات اللي بتتخذ خلال هذا العقل او هذا المخ ضمن رصيد كبير او رصيد قليل او رصيد متبحر في جزئيه معينه. او اذا كان الطفل على سبيل المثال، يعني لو اخذناها كمثال سريع، الطفل في البدايات ما عنده اي ميموري موجوده في راسه انه والله البراد هذا حار او الشاهي هذا حار، فتلاقيه هو بيذهب الى هذه القطعه ليلمسها وما عنده اي رد فعل تجاهها، لانه ما عنده ملف محفوظ انه لو لمس هذا الامر. لذلك احنا بنبدا نربيه بأفه وده حار وما اعرف ايش والكلام ده كله عشان يترسخ هذا الامر. قيس على ذلك عشرات المئات الملايين من الاشياء اللي موجوده حوالين الانسان واللي كلها بترسخ وتطبع وتبقى في هذا الجهاز، وهو الجهاز الوحيد اللي في الجسم سبحان الله اللي ما بيحصل له تغيير. يعني الجسم بيتغير كل عده سنوات، من ضمنها بعض الدراسات قالت انه حوالي كل 7 سنوات بيتغير اشياء كثيره في داخل اجسامنا، ولكن المخ هو الحته الوحيده اللي ممكن تتغير، لانه لو تغيرت سبحان الله كان تاثرت حته الميموري اللي موجوده فيه، وبالتالي هو يبقى منذ بدايه الانسان الى ان يتوفاه الله. لكن استقبال دكتور المخ لهذه المثيرات اللي مثلا بتثير الذاكره عنده لامور معينه، بيكون وقع حاسه معينه ربما اقوى من الاخر. دحين انا مثلا لما انا قرات يعني هذه الجزئيه، جاف بادر في ذهني العين، ربما هي تكون أكثر تأثيرا على الدماغ، لكن تذكرت أنه ربما الإنسان يسمع شيء يفتكر شيء ربما يكون أكثر تأثيرا وإلى آخره. لكن خلينا نشوف هل فعلا هناك حاسة أقوى من أخرى في تذكر بعض الأمور أو تأثيرا على الدماغ؟ عظيم جدا. احنا خلينا نأخذ الموضوع كمشهد أو مقطع سيناريو سيحفظ في العقل. الجلسة اللي احنا فيها الآن فيها اللايتس اللي هو بنشوفها من خلال عيوننا، فيها الالوان اللي موجوده، فيها رائحه الاستوديو، طريقه السماع، الصدى اللي موجود، الاصوات اللي موجوده، صوت المكاين، صوت الكاميرات، فكل هذه بترسخ كباكج كامل موجود في العقل. فبكره لما اروح اسمع او اشوف او اشم جزء مما هو عليه في هذا المشهد، ساتذكر بشكل او باخر انه الريحه هذه ما هي غريبه علي. فيما أن أتذكر أنه كانت هذه ريحة الاستوديو على سبيل المثال، أو أنه هذه الكنبة زيها عندي شفتها في الاستوديو على سبيل المثال، أو أنه الصوت هذا الصوت أنا سمعته في الاستوديو على سبيل المثال. وبالتالي بيحصل ريكول تلقائي، ومن هذا المنطلق بنشوف أنه في أشياء كثيرة بتحصل علينا في حياتنا. يعني خليني أقول لك على حاجة غريبة. أحيانا بيدخلوا عليك أشخاص بيذكروك بأشخاص آخرين، وبالتالي روحك ما بتمشي معهم، هم لا إراديا بشكل أو بآخر العقل طابع صوره معينه لشخص ما قد اساء لك في اللاوعي. المومنت او اللحظه اللي تشوفي فيها هذا الشخص برز امامك، لا اراديا الريكول بيجي انه هذا الشخص غير مريح بالنسبه لي، لانه هو مرمز. كل امر موجود في العقل مرمز بترميزات زي الكودات بالضبط، هي بتنحط له كود وبيرمز وبيحفظ في العقل، وبالتالي حينما يظهر هذا الامر على طول بيكون عندنا رد فعل.
مثال على ذلك انه بعض الاشخاص اللي احنا مثلا بنشوفهم شبه قريبين مننا وهي ارواح وجنود مجنده، وهذا جزء كمان مهم لانه في شيء خاص بالماورائيات فيما هو عليه الامر في الفيلينجز والمشاعر والاحاسيس، وايضا كمان المشهد والشكل. قيس على ذلك امور ثانيه، يعني انا مثلا لو احنا جالسين بنسمع بنشم ريحه حرق مثلا او عطر، تمام، فعلى طول بنتذكر الشخص اللي كان ويرنج العطر ده، اللي كان بيحط العطر ده، او احيانا بعض الروائح اللي في سفر معين مثلا. فلا اراديا في نقطه جدا مهمه اللي هي انه الانسان لما بيحصل له اي اختلالات في جزئيه الانف على سبيل المثال، وهو الحاسه الاساسيه للشم جراء انفلونزا او التهابات او ايش ما كان الامر، حتى طريقه شم الانسان الكودات بتتلخبط. فلا اراديا هو عنده انفلونزا بيشم ريحه كولونيا مستمره لمده يومين ثلاثه، بيشم احيانا بعض الروائح المستمره. اللي عنده التهابات في الجيوب الانفيه بيعرف الكلام ده على فكره، لانه بعض الاشخاص بتلزق في ذاكره الانف لو جاز التعبير رائحه معينه بتستمر معه لعده ايام، فهو طوال هذه الايام هو بيشم نفس الريحه. وهذا امر بيعانوا منه كثير من الاشخاص لما يكون عندهم لخبطه في موضوع التهابات او احتقانات او شيء من هذا القبيل فيما يخص الجانب اللي هو عمل الانف تحديدا. خليني اديك مثال لسؤالي. الحين انا مثلا شخص او انسان او سيده او وات ايفر لها ذكريات عند يد الإنسانة بتحط عطر معين، اوكي، تاثير مثلا ذكريات سلبيه، انا لما بشوفها مثلا هل يعني شوفتها هي اللي بترجع لي ذاكرتي معاها اقوى من اني اسمع صوتها او اني اشم عطرها، ولا العكس صحيح لمجرد انه اتذكر مثلا بيجيني مزاجي بينزل تماما او بتضايق او بنزعج؟ وهذه بتصير مع كثير من الناس. عظيم. ايش اللي وقعها يعني يا سلام عليك، انت وكانك بدي تجيبين على الناحيه هذه، ايش اللي وقعها اكثر؟ انا لو شفت الان مشهد امامي قتل او اي من المناظر اللي ممكن العقل حتى لو شافه لا يقبله كتفسير، انا في ظني انه اعتقد انه من اقوى الامور اللي ما بتنسى او اكثر الحواس اللي لها ميموري صايبه الاذن، لانه الكلمه هي القاتل الصامت لو جاز التعبير، هي اقوى شيء ممكن هو يقتل الانسان او يؤثر في الانسان. هي هناك كثير من الدراسات على فكره من عده جامعات، من ضمنها دراسه قبل حوالي تقريبا 7 سنوات أو 6 سنوات خرجت بانه من اقوى الحواس هي الاذن، وكانت هذه دراسه متفرده في جزئيه الامر الخاص بانه سبحان الله انه الانسان بتبدا حواسه التي تعمل من خلال الاذن اثناء ما بيكون في ما قبل الولاده، وبالتالي هو اول حواسه اللي بتشتغل هي الاذن. وجهه نظري البسيطه انا بين قوسين انه اعتقد انه الاذن ممكن انها تتذكر الكلمه القاسيه او الكلمه الجميله او الاسلوب او الصوت يلي كان بين شخص ما في تعامله معايا، وبالتالي دائما انا بتذكر الامر عن طريق اذني. ممكن اشخاص اخرين بيهمهم جزئيات اخرى اللي هو نظرته او شوفته او اطلاعه على مشهد ما قد انه مثير. وجهه نظري البسيطه انا انه الاذن اعتقد انه هي من اكثر الحواس اللي قد انها تحتفظ بميموري، وللمعلوميه هي ليست الاذن اللي بتحتفظ بميموري، هي طبعا كلها شابكه مع المخ والعقل. طيب ما يكون عندنا لخبطه في الحته هذه. خلينا نتكلم على حاسه ثانيه، التذوق. التذوق يمكن بعيد عن جزئيه الميموري والى اخره. يعني في بعض الاحيان قد مثلا ناكل قطعه من الشوكولاته او الشوكولات او اي شيء مثلا له مذاق مميز تغير لنا مزاجنا تماما يا دكتور، يعني تخلي الواحد بمود جيد اكثر، انتعاش اكثر، يعني تركيز والى اخره. فايش دخل كمان المذاق بالمزاج؟ طيب اول شيء لازم نحط في بالنا حاجه واحده، انه احيانا احنا نتبع الاغلبيه. يعني بيقولوا انه الكوفي هو اللي بيعدل المزاج، وده بيعتمدوا عليه في الاعلانات. فلحتى لو ما كان بيعدل مزاجي انا، وهم لو ما هو هذه حقيقه كان ما جابوها باعلانات، ويمكن يكون اعلان تجاري بيبيعوا لنا بطاطس قاعدين في الاخر، هو اصلا العمليه لا فيها كوفي ولا فيها تاثير. خرب عليهم يا دكتور. ممكن، بس انا بتكلم ليس على الكوفي تحديدا عشان ما يكون احنا بنتكلم على هذا المنتج تحديدا، ولكن ممكن اشياء كثير على فكره يوضع فيها بانه هذه لها ميزه معينه، وبالتالي هو جزء اعلاني، فهذا جانب. الجانب الاخر هو الانفلونس اللي هو الاشخاص اللي بيتاثروا بانه انا بستخدم كوفي، فيتعني لي هو نوع من جزء من التكوين النفسي او التكوين الخاص بالكاريزما تبعي، فانا اريد ان اتبع هؤلاء. الجزء الثالث انه قد يكون هناك تاثير، وبالتالي هذا امر يفترق او يختلف من شخص لاخر، بمعنى طعم التفاحه في فمي غير طعم التفاحه في فم الاخرين، والله اعلم ايش طعمها في فم الاخرين. اللي يهمنا في الاخر انه
ان نكون مبسوطين بايش ما كانت الميموريز، ودائما بدنا نزيل الاشياء السلبيه عشان نعيش بواقع مرضي لنا باذن الله. اتمنى ذلك. يعطيك العافيه دكتور هاني، شكرا لتواجدك الاسبوع بسيدتي. ان شاء الله على خير اللقاء الاحد القادم ان شاء الله. شكرا بانتظارك باذن الله. شكرا لك دكتور. اذا مشاهدي الكرام، بعد هذه الفقره ما زالت فقرات بسيدتي مستمره، لكن بعد هذا الفاصل القصير خليكم معنا. هذا في الجميلة مجلة الأزياء الأولى والجمال. الجميلة هي أنتِ.